مستمعينا الأفاضل، ها هي الانطلاقة هنا لشوط ختام هذه الأمسية التراثية الجميلة التي تابعناها بعشرين شوطا مع أشواط هنا أيضا الإنتاج والمنتجين على أرضية هذا الميدان في أول أيام هذا المهرجان السنوي الكبير شوطنا العشرين خاصة بالبكار. نتابع هذه المسيرة ونتابع هذه التحديات. هنا براقة مبخوت بن محسن بن جابر الجربوعي المري على الصدارة وعلى المركز الأول، الرقاصة في المركز الثاني، أحمد بن سالم بن سعيد الدرعي من يأتينا على ثاني المراكز، وفي المركز الثالث شعار بن سبت يأتينا هناك من الجانب الآخر بالتحديات وصايف مبارك بن راشد بن محمد بن سبت الخيلي والوصول من قبل مواري السهيل بن حمد بن يطباع العامري، وخامس مراكزنا بروق بخيت بن علي بن مطر بن علوان لكتبي المنطلقة على المركز الخامس، وسادس مراكزنا تأتي ندى أحمد بن خلفان بن عبيد المزروعي المنطلقة بالتحدي، سابع المراكز والمنطلقة الفائزة سليم بن حزمي بن قناص العامري، ومن الجانب الآخر مرموقة أحمد بن مطر بن محمد بن مطر الرميثي من تنطلق ثامنا وتاسع مراكزنا، تأتي عزايم سعيد بن صالح بن نخيرة لنيبي، وعلى المركز العاشر هنا شذرة لضاعن بن عبد الله بن ضاعن لغفلي المنطلقة على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى في أول ندى للمراكز العشرة الأولى، لنا عودة إلى صدارة، لنا عودة إلى ندى من انطلقت على صدارة. أحمد بن خلفان بن عبيد المزروعي انطلقت على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. المركز الثاني أرشعار بن ضبيب قادم مع شواهين سالم بن خليفة بن ضبيب بالشامسي تنطلق على المركز الثاني. المركز الثالث ثاتي راهية سهيل بن عويضة بن مضحية العامري، وعلى المركز الرابع هنا عزايم سعيد بن صالح بن نقيرة لنبي من تأتينا هنا بهذا الانطلاق، ولكن شعار بن زعيم شعار بن زعيتر هنا روعة. أحمد بن سالم بن زعيتر العامري من ينطلق بهذا الأداء الجميل. هناك مطرة خليفة بن عبد الله بن محمد بن عبد الله الشومسي القادمة بهذه الانطلاقات والشاهينية، تصل مطر بن سالم بن غبشي المحرمي على المركز الرابع. المركز الخامس عزايم سعيد بن صالح بن نخيرة لنبي، ومن الجانب الآخر هناك منصورة مطر بن سعيد بن حلوة لجتبي، وشعار وصل شعار بن ثامر بهذه الانطلاقة. هنا أيضا محمد بن سعيد بن ثامر المنصور قادم بهذه التحديات الجميلة مع غاية السلوم، ومن الجان هناك التحديات شعار بن ضبيب أيضا سالم بن خليفة بن ضبيب الشومسي، وعاشر مراكزنا هنا تأتي عزل علي بن صالح بن علي الحميري، ولكن الصدارة مع مطرة خليفة بن عبد الله بن محمد بن عبد الله الشومسي على صدارة على المقدمة، روعة في المركز الثاني، روعة لأحمد بن سالم بن زعيتر العامري. وهنا هناك من الجانب الآخر وصلت هنا غاية الحميد بن سعيد بن ثامر المنصوري، وهنا تأتي راهي السيل بن عويضة بن مضحية العامري، وعلى المركز الخامس الشاهينية مطر بن سالم بن غبشي المحرمي، ولكن الصدارة مطرة أمطرت على المقدمة على المركز الأول. سلام وتحية الخليفة بن عبد الله بن محمد بن عبد الله الشامسي على هذا الأداء المميز الجميل لمطرة. سلام زاخر سلام 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 مدينة العين سلام على هذا الأداء المميز الجميل لمطرة خليفة بن عبد الله بن محمد بن عبد الله الشامسي يا صاحبة الفوز وناموس المركز الثاني الشاهينية مطر بن سالم بن غبش المحرمي. المركز الثالث وصلت روعة لأحمد بن سالم بن زعيتر العامري، وهناك تأتي سلهودة مسلم بن سالم بن حمل بن يطبع العامري جميلة في المركز الخامس، أو جمايل لعبد الله بن سالم بن أحمد بن حوتة العامري من وصلت على المركز الخامس. هذه هي النتيجة للمركز
المراكز الخمسة الأولى ضعناها على حضراتكم في هذا الانطلاق المميز الجميل. نعود إلى الصدارة وإلى مطرة من أعلنت الفوز والناموس، خليفة بن عبد الله بن محمد بن عبد الله الشامسي هي صاحبة الفوز صاحبة الناموس في هذا الانطلاق المميز الجميل. تهانينا وناموس له على هذا الفوز المميز الجميل وفوز مطرة بتحدي وإثارة. وست دقائق التوقيت الزمني هنا أيضا، خمس دقائق 58 ثانية، جزئين من الثانية توقيت الزمني. تهانينا والناموس على هذا الفوز المميز الجميل. بينما المركز الثاني كان الانطلاق من قبل الشاهينية، هناك أيضا من وصلت بالانطلاق لمطر بن سالم بن غبش المحرمي، قاطع المسافة في ست دقائق ثانية واحدة أربعة من الأجزاء من الثانية. وروعة من أتت على المركز الثالث لأحمد بن سالم بن زعيتر العامري، تهانينا لو الناموس قاطعة المسافة في ست دقائق ثانيتين وفاء وتماما وكمالا. تهانينا والناموس.